وإنه كان تواب إنه واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي. وذكر الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات وصف الأنبياء بالإنابة. فما الفرق بين التوبة والإنابة؟ كثير من العلماء يرى أن التوبة هي الإنابة، ولكن المحققين من العلماء فرقوا بين التوبة والإنابة بأن الإنابة هي أعلى درجات التوبة، هي أعلى درجات التوبة. فإذا تاب العبد خوفاً من عذاب الله سبحانه وتعالى، أو تاب لسبب من الأسباب غير مجرد حب الله سبحانه وتعالى والإقبال إليه والخضوع له، فهذه تسمى توبة ولا تسمى إنابة. أما إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى رغبة فيما عنده وحبا لله سبحانه وتعالى وطمعا في الله سبحانه وتعالى وإخلاصا له سبحانه وتعالى، واجتمع ذلك له كله بأن انصرف عن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الإنابة، وهي أعلى درجات التوبة، وهي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكم كنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالإنابة إذن هي أعلى درجات التوبة، فعلى المسلم أن يبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص في توبته لله سبحانه وتعالى كما أمره الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنصوحة التوبة النصوح هي الخالصة، والتي قام بها صاحبها وتاب إلى الله سبحانه وتعالى رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، فهذه هي التوبة النصوح. من نصح الشيء إذا خلص وسلم من مما يكدره ومما يغيره ومما يعيقه، فيقال خلص العسل إذا صفى من كل ما يشوبه وما يكدره. وقيل إن النصوح مأخوذة من النصح وهي الإخلاص، وهو الإخلاص. وقيل مأخوذة من النصيحة بمعنى الخياطة، وذلك أن التائب يخيط ما أفسد، من بمخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه بتوبته النصوح يخيط ما أفسد ويعالج ذلك الفساد الذي حصل منه في عمله، ثم إنه بذلك يقرب ويربط بينه وبين أولياء الله سبحانه وتعالى والمتقين، فإنه بالتوبة يقترب من المتقين ويقترب من تقوى الله سبحانه وتعالى. بل إن أهل التربية جعلوا التوبة أولى درجات الترقي إلى الله سبحانه وتعالى، فأول درجة يترقى بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويبتعد بها من الخسائس والدسائس هي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وجعلوا التوبة واجبة، فلا خلاف بين العلماء في وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر الصحيح من الله سبحانه وتعالى بالتوبة ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعصمه من الوقوع في الخطأ والزلل، ومع ذلك فهو يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم كثيراً أكثر من 70 مرة،
وقد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعدون له أكثر من 100 مرة قوله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار وكثير التوبة، وهذا يدلنا على أننا نحن الذين نقع في الخطأ كثيرا ونقع في التقصير كثيرا، علينا أن نكثر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي كما ذكرنا واجبة. ولذلك قال ابن عاشر رحمه الله في الأبيات التي سمعتم: وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا، تجب فورا مطلقا، معناها تجب على كل إنسان في كل الأحوال وفي كل الأوقات، وتجب فورا في أسرع وقت، يعني لا يجوز أن يؤخر المسلم التوبة مهما كان. بل قال الأخضر رحمه الله: ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. نسأل الله السلامة والعافية. فتأخير التوبة والتسويف فيها، وأن يقول الإنسان أنا سأتوب وسأتوب وتجده لا يتوب، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه للتوبة ولم يمن عليه بهذا الفضل الكبير وهذا الخير الجزيل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده في كل وقت وفي كل حين، وخاصة الإنسان معصية من المعاصي أو ارتكب تقصيرا من أنواع التقصير، فإنه حينئذ يجب عليه أن يبادر إلى التوبة وأن لا يؤخرها مهما كان، وإذا أخرها فذلك ذنب آخر يحتاج إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. ومن هنا نحتاج إلى أن نعرف ما الفرق بين التوبة والاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتوب إلى الله وأستغفره. فما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ الفرق بين التوبة والاستغفار أن التوبة بمعنى الرجوع، وأن تكون رجوعاً عن تقصير أو عمل قام به الإنسان ويخالف شرع الله فهو يرجع عنه ويتوب، ولا بد لها من شروط معينة سنذكرها وسنأتي عليها. وأما الاستغفار فلا يحتاج إلى شروط، وإنما يحتاج إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر مؤمناً بالله سبحانه وتعالى مخلصاً له. ذلك أن الاستغفار من الدعاء، فكأن الإنسان إذا استغفر الله سبحانه وتعالى يطلب الله سبحانه وتعالى أن يستر عنه ذلك الذنب، لأن الاستغفار من الغفر وهو الستر، فيطلب الله سبحانه وتعالى أن يغفر عنه ذلك الستر ذلك الذنب، فلا يفضحه به، لا يفضحه به أمام الناس. فهذا أثر من آثار الاستغفار. الأثر الثاني أن لا يؤاخذه به وأن لا يعذبه عليه، فهذا أثر، أن الاستغفار له أثران: أثر عاجل وهو ستر الإنسان، ستر الذنب على الإنسان وأن لا يفضحه الله سبحانه وتعالى به، وأثر آجل عند الله سبحانه وتعالى أن لا يعذبه بالذنب. فإذا الاستغفار أقرب هو إلى الدعاء وإلى الذكر، فهو دعاء وذكر يقوم به العبد وهو مكمل للتوبة. وأما التوبة فهي أشمل من الاستغفار، فالاستغفار داخل في التوبة، فكل تائب مستغفر لأنه تاب ورجع عن الذنب وهو طالب الله سبحانه وتعالى أن يغفره له. وأما المستغفر فقد لا يكون تائبا، ولكنه يرجو فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ويسأله أن يتوب على أن يغفر له هذا الذنب وأن لا يؤاخذه به وأن لا يفضحه. وقد ذكر العلماء للتوبة شروطاً لا بد لكل مسلم يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أن يقف على هذه الشروط، وأول هذه الشروط هو الإقلاع عن الذنب. فأول شرط من شروط التوبة أن يقلع عن الذنب، فإذا كان يكذب أو كان يخالف الأمانة أو كان يعتدي على الناس أو كان يقوم بأي عمل لا يوافق شرع الله سبحانه وتعالى أو فيه مخالفة لله سبحانه وتعالى، فأول خطوة يقوم بها من يريد أن يتوب من ذلك العمل أن يقلع عنها، أن يقلع عن ذلك العمل الذي يريد أن يتوب منه. الشرط الثاني أن يندم على ذلك العمل الذي قام به، أن يندم عليه، وهذا ظاهر من الأحاديث الدالة على التوبة، فإن التوبة رجوع
والرجوع لا يكون إلا مع الندم، فإذا ندم الإنسان على ما فات منه فإن ذلك من أهم خطوات التوبة. ولذلك عاب النبي صلى الله عليه وسلم على المجاهرين ما يقعون به فيه من التفاخر بالذنب، مما يدل على أنهم لم يندموا عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافًا إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل العمل الذنب في الليل فيصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيصبح يكشف ستر الله عنه. فهذا الذي يصبح يقول للناس: عملت البارحة كذا وكذا، فإنه ليس نادما على الذنب، وإنما هو متباهٍ بالذنب، فهذا من أبعد الناس عن التوبة، نسأل الله السلامة والعافية، ومن أبعد الناس عن أن يستره الله سبحانه وتعالى ويغفر له. ولذلك من شروط التوبة الندم على ما فات، فإن ينكسر قلبك أيها المسلم وتشعر بالندم على وقوعك في المعصية فهذا هذه من شروط التوبة المهمة. من شروط التوبة كذلك العزم على عدم المعاودة إلى الذنب، العزم على عدم المعاودة إلى الذنب، وهي شرط مهم، لأنك إذا كنت ما زلت تعزم على مقارفة الذنب فإن هذا ليس توبة، وإنما هو فقط قول أتوب إلى الله ولكن القلب لم يتب، فلو تاب القلب لعزم على عدم مقارفة الذنب في المستقبل. فإذا هذه هي الشروط الثلاثة التي ذكرها العلماء وأطبقوا عليها رحمهم الله. ولذلك قال الأخضر رحمه الله: وشروط التوبة الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. فهذه الشروط الثلاث لا خلاف فيها، وهي بالنسبة للذنب الذي هو بين العبد وربه ولا حقوق فيه للآخرين. وبعض العلماء أضاف شرطاً رابعاً حتى في الذنب الذي بين العبد وربه، وقد ذكر القرطبي رحمه الله هذا الشرط، وهو أن يتوب الإنسان مخلصاً في ذلك لله سبحانه وتعالى. قد يتوب العبد وتتحقق هذه الشروط الثلاثة، ولكن يكون ذلك خوفاً من الناس أو استحياءً من الناس أو طمعاً فيما عند الناس، ولكن إذا فعل هذه الشروط، فعل هذه التوبة بشروطها الثلاثة، وكان الحامل له على ذلك الاستحياء من الله سبحانه وتعالى وخشية الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهذا كامل التوبة ومخلص لها، وهي التوبة النصوح. وقد جعل القرطبي رحمه الله هذا الشرط الرابع، وهو أن يكون الدافع إلى التوبة والاستحياء من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا شرط لا بد منه لقبول التوبة. وقد أضاف العلماء شرطا آخر بالنسبة الذي فيه بالذنب الذي فيه حقوق الآخرين، الذنب الذي فيه حقوق الآخرين. أيها الإخوة، لا بد أن نعرف أن أي ذنب ارتكبه المسلم وكان فيه حقوق للآخرين أنه لا تتم توبته إلا إذا رد الحقوق إلى أصلها. في بدنه فعليه أن في عرضه فعليه أن يستتيبه وأن يستغفره من ذلك حتى تكون توبته مقبولة. ولا بد من التنبيه هنا إلى أن هناك بعض الجوانب المتعلقة بالعرض والمتعلقة بالحرم، فإن هذه نص العلماء على أن الإنسان توبته منها لا تحل له أن يوضح هذا، لأن فيه إذاية وفيه وقوعاً في العرض، فإنه في هذه الحالة يكثر من الأعمال الصالحة. كذلك إذا كان من اعتدى عليه أو أصاب من حقه فقد مات أو ذهب ولم يجده، فإنه يكثر من الأعمال الصالحة ويكثر من الانكسار لله سبحانه وتعالى، ويكثر من الدعاء لذلك الشخص الذي يطالبه بالحقوق، ويكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه الحقوق
الحقوق إلى أصحابها، فإن الوقوع في حقوق الآخرين والوقوع في ظلم الآخرين خطير وعظيم، لأنك حينئذ تصبح رهن الآخرين، لا يقبل الله توبتك إلا إذا غفر لك الآخرون. وهذا يدلنا على عظم خطورة الوقوع في المال العام، لأن المال العام إذا وقع فيه الإنسان تتفرق حقوقه بين الناس، فحينئذ يصعب عليك أن تذهب إلى كل شخص تستتيبه من ذلك الذنب الذي وقعت فيه من حقوق الآخرين العامة. ولذلك ومن هنا كان ارتكاب إثم الغلول عظيما جدا، ومن أخطر الذنوب أن يقع الإنسان في الغلول، لأنه أيها الإخوة والوقوع في الغلول خطره أن الحق فيه يتفرق ولا يكون مجتمعا عند شخص واحد تستطيع أن تستتيبه منه، وتستطيع أن تطلب منه العفو، أو تستطيع أن تستحله حتى بأن تدفع له أو أن تبذل له ما في يدك. ولكن إذا كانت الحقوق قد تفرقت بين الناس وذهبت يمينا وشمالا، فإنك لا تستطيع أن تستتيب، وحينئذ ننتبه إلى أن ومن هنا ننتبه إلى خطورة الذنب الذي يكون فيه حقوق متفرقة للناس، لا تستطيع أن تطلع إلى كل واحد منهم وتستتيبه بنفسه. فلذلك علينا جميعا أن ننتبه لهذا، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نلجأ إليه أن يرد عنا الحقوق للآخرين، وأن لا يستحي أي منا إذا كان للآخرين حق عليه أن يبادر ويستتيبهم، وأن يطلب منهم العفو ويطلب منهم المغفرة، ولا يمنعه ذلك من وجوب أن يرد لهم ما أخذ من حقوقهم، سواء كانت مالية أو كانت من العرض أو كانت ما يتعلق بذلك. وإذا استنقص مسلما ولم يجده ولم يستطع أن يتيبه أن يستتيبه، فإن العلماء قالوا يجب عليه أن يكثر من الثناء على ذلك الشخص، لعله له ما أخذ من عرضه بتلك الاستتابة. فهذه إذن هي شروط التوبة التي نص عليها العلماء وذكروها وفصلوا فيها، فثلاثة منها تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، وشرط رابع يتعلق بحقوق الآخرين، فلا بد للمسلم أن يعرفها، ولا بد أن يتوب ويعلم أن هذه التوبة معناها الانكسار. هذه التوبة إخوتي في الله معناها فتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فمعناه أنك تفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تفتح هذه الصفحة فلا بد أن تضع بين يديك الإخلاص لله سبحانه، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والإقبال على الله سبحانه، والخوف من مكر الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني قبل أن تقول هذا وقبل أن تقول وتندم في وقت لا ينفعك الندم، فعليك أن تبادر أخي المسلم إلى التوبة، فهي بلسم الذنوب، والذنوب خطيرة وعظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل إثمها عظيما لأنه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، من أن يقع في الذنب. ولذلك كان السلف يخافون من الذنب وينظرون إلى الذنوب القليلة على أنها ذنوب عظيمة، يخافون ويعلمون أن من عصوا عظيم، فلا ينظرون إلى صغر الذنب ولكن ينظرون إلى عظم من عصوه. ولذلك قال أحد الحكماء: الذنب شؤم عاجل وآجل، والذنب للمذنب سم قاتل، وما يصيب العبد من بلاء إلا ومن شؤم الذنوب جائي، ليس جزاء الذنب مما يحتمل، كلا ولا القليل منه يستقل، إذ ليس فيما قد عصي الجليل جل جلاله به قليل. وما دام الذنب في هذه الدرجة من الخطأ فعلاج الذنب هو التوبة، علاج الذنب وبلسمه. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها واصنع فوق، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، فإذا اجتمعت والعافية كله، ما دمنا عرفنا خطر الذنب فعلاج الذنب هو التوبة، وبلسم الذنب هو التوبة بيدك أخي المسلم، وهو الذي عانى الله سبحانه وتعالى
تعالى بقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، فإن الله يغفر الذنوب جميعا أي للتائب. وأما ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر، فمن ارتكب ذنبا هو شرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يغفر ذلك الذنب إلا للتائب. وأما التائب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنب مهما كان عظمه ومهما كان، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب إليه، بل إن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته وسقط على راحلته وقد أضلها في أرض فلات. فهذا يكون فرحا بوجوده لراحلته التي عمه. فكذلك الله سبحانه وتعالى وهو غني عنا وتليق به صفاته سبحانه وتعالى، فهو أفرح بتوبته من هذا. والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فيها خير كثير، ففيها مرضاة الله سبحانه وتعالى، فالله يرضى عنك إذا تبت إليه، وفيها أنها من أسباب دخول الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يفعل ذلك، لما ذكر كثيرا من المعاصي الكبيرة، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى خيرها كثير وفضلها عظيم، ويكفي أنها تنفي الذنوب وتمحو ما ارتكبت من الذنب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنك إذا تبت توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يحبك. وانظر يا أخي، إذا أحبك الله سبحانه وتعالى فإنه يبسط عليك الخير، ويكون يدك التي تبطش بها، ويكون رجلك التي تمشي بها، وإن سألته أعطاك، وإن استعذته أعاذك. فالله سبحانه وتعالى إذا أحبك بيده الخير كله وبيده كل شيء، وهو الذي يستطيع أن يصرف عنك الشر كله. فإذا تبت إليه فإن الله يحبك لتوبتك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما أعظمها من مزية أن يحبك الله سبحانه وتعالى إذا تبت إليه. وإذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأنبت إليه فإنه يتوب إليك، يتوب عليك، ويجعلك من أهل الجنة، ويجعلك من أهل الخير. فإذا وجدت أن الله سبحانه وتعالى ما زال لم يوفقك للتوبة إليه فاحذر وبادر إلى التوبة، واعلم أن هناك ذنباً عظيماً يحول بينك وبين التوبة، فحاول أن تغير البيئة التي أنت فيها، فإن الصاحب السيئة دائماً هو الذي يسبب للإنسان ألا يتوب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فراجع بيئتك التي تعيش بها فيها، إذا وجدت أن الله تعالى لا يوفقك للتوبة فراجع من تعيش معهم، وراجع من تجلس معهم، وراجع أعمالك التي تقوم بها، وأخلص لله سبحانه وتعالى، وتوسل إليه أن يوفقك للتوبة. فمن وفق إليها فقد وفق للخير الكثير، وقد وفقه الله سبحانه وتعالى للخير الكثير. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل التوبة ووعدهم بالخير الكثير، ووعدهم بالجنة، وبعدهم بتبديل حسناتهم سيئات، وهذا خير كثير من الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أن نبادر إلى ذلك، وعلينا جميعا أن نتصحص ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كتبه العلماء عن هذه التوبة وما سطروه. فهذا أحمد بن أحمدي رحمه الله يقول: فتب إلى ربك ذي المحال، وجدد التوبة كل حال، واندم ملازم الشجون والبكاء، ندامة ألذع من سفع الذكاء، فالتوب يمحو ما به الفتاءة، فتب ولازم المتاب يا فتى.
التوب يمحو ما به الفتى، أتى فتب لازم المتابة يا فتى. ويقول غيره رحمهم الله جميعا: تب إلى الله قبل بغت الممات، لا يغرنك ما ترى من حياتي، إن بغت الممات آت وحتم عن قريب إتيان ما هو آتي. تب إلى الله لا تكن ذا تراخ، فالتراخي من موجبات الفوات. لأن الواحد منا لا يدري متى يموت، ولا يدري متى يأتيه شغل شاغل، ولا يدري متى يحال بينه وبين التوبة. فعلينا جميعا أن نبادر إلى التوبة، وأن نعلم أن المبادرة إليها واجب من الوجوب من الفرائض العينية. فالتوبة فرض عيني، والمبادرة إليها أيضا فرض عيني، وليس كفائيا بل هو فرض عيني. وفإذا أخرت التوبة وتبت إلى الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتوب من تأخيرك للتوبة. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. فالذين يعملون السوء بجهالة، ليس القصد من ذلك أن الله لا يتوب إلا على من ارتكب الذنب وهو لا يعلم أنه ذنب، ولكنه ارتكبه غير منتبه لخطورة ما وقع فيه، ارتكبه غير منتبه لعظم ما وقع فيه، وغير منتبه لعظمة الله سبحانه وتعالى، فتاب عن قريب، أي بادر إلى التوبة عندما وفقه الله سبحانه وتعالى لها. وذكر العلماء أن معنى الذين يتوبون عن قريب أنه تاب قبل أن يموت، أو تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. فإن باب التوبة مفتوح لله الحمد، مفتوح لكل الناس في كل وقت، إلا في حالتين: حالة عم الجميع، وحالة تكون خاصة بالشخص. الحالة التي تكون خاصة بالشخص هي ما إذا وقع في الغرغرة، يعني بلغت الروح الحلقوم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني أتتوب الآن وقد وصلت إلى درجة الموت؟ فحينئذ لا يقبل الله منك التوبة. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذا لا تنفعه التوبة، ولكنه يكثر من الاستغفار لعل الله أن يغفر له إذا كان مؤمنا. فكل مؤمن يرجو من الله سبحانه وتعالى الغفران، فحينئذ يقدم الرجاء ويرجو الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار. أما التوبة فلا بد أن تكون قبل هذا. فبادر أخي باب التوبة قبل أن يغلق، كما قال ابن متالي: فإنها رأس مال المؤمن. بادر باب التوبة قبل أن يغلق، فإنها رأس مال المؤمن. فلا بد أن نبادر من هذا. الحالة الثانية التي تمنع فيها التوبة للجميع: إذا ظهرت بعض علامات الساعة الكبرى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا ظهر بعض تلك العلامات الكبرى، لأن الإنسان حينئذ تحول من ما يؤمن به من الإيمان بالغيب إلى المشاهدة، فلا ينفعك الإيمان بالمشاهدة، وإنما الذي يطلب منك هو الإيمان بالغيب. فما دمت تحولت من الغيب، سواء برؤيتك الملائكة وأنت في حالة النزع، أو برؤيتك ما وعد الله سبحانه وتعالى به من علامات الساعة الكبرى، فإنه حينئذ يغلق باب التوبة، لأنك أصبحت في باب المشاهدة ولم تعد في باب الغيب الذي طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به. فالله طلب منا أن نؤمن بالغيب، فما دمنا لم نؤمن بالغيب فحينئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا من الأمور المهمة. وقال كذلك ذكر العلماء أن من الحالات التي لا يوفق الله سبحانه وتعالى فيها العبد حالة التسويف، وحالة أنه دائما يعود. ولكن مع ذلك إذا تاب العبد إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا جمعت هذه الشروط التي ذكرنا، ثم بعد ذلك أراد الله وقع منه الذنب بعد ذلك، فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، ولا يضر تلك التوبة القديمة توبة من ذنب سابق. وأما هذه التوبة الجديدة فهي من
من الذنب اللاحق، فحينئذ إذا تبت وارتكبت الذنب بعد ذلك ولم تكن عازما عليه، أما إذا كنت عازما عليه وقت التوبة فالتوبة الأولى أصلا لم تصلح، ولكن إذا تبت توبة توفرت شروطها وكنت عازما على ترك الذنب وأن لا ترجع إليه أبدا ثم بعد ذلك وقعت في الذنب فإنه يصح أن تتوب مرة أخرى، ولو تكرر ذلك منك أكثر من مرة فإنه يصح أن تتوب. وهذه طبيعة العبد، والله سبحانه وتعالى قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذا عام مطلق، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي أو كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يتوبون فيغفر لهم سبحانه وتعالى. فما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى وما أعظم كرمه سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة، ثم إذا وقعنا في مخالفته سبحانه وتعالى وهو مطلع علينا وأعطانا جميع الأدوات وارتكبنا بها معصيته سبحانه وتعالى، فالنعم كله من الله سبحانه وتعالى، كلها من الله سبحانه وتعالى، وهذه الأدوات التي ارتكبت بها الذنب من الله سبحانه وتعالى، والمكان الذي ارتكبت فيه أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه وهو مطلع عليك غاية الاطلاع، فمع ذلك إذا وقع منك الذنب فإن الله سبحانه وتعالى فضلا منه وكرما وفقك للتوبة ثم قبل منك هذه التوبة بل وفرح بها وأحبك من أجلها. فما أعظم الله سبحانه وتعالى وما أكرمه أن وفقنا للتوبة وأعطانا من خيره الكثير، فعلينا جميعا أن نبادر إلى هذه التوبة وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها وأن نكثر من ذلك وأن نطلب من الناس أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يوفقنا للتوبة، فهذا مما يجوز، ونسأل نحن ربنا سبحانه وتعالى ونقبل عليه. ومع ذلك فهذا كله ليس عذرا لك في أن تصدق إرادتك الله سبحانه وتعالى وتصدق عزمك على التوبة، يصدق عزمك على التوبة فهو واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك في كل وقت وفي كل حين، فعليك أن تبادر إليه وأن لا تتأخر عنه بحال من الأحوال، فلا تتأخر ولا وكما قال العلماء ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة، لأنه لو كانت له بصيرة لبادر إلى التوبة، ولو كان يعلم أنه لا يدري متى يموت، لأن لا يدري الإنسان متى يموت، لا يدري هل يموت الآن أو يموت في وقت قريب، وليست هناك علامة تدل على الموت، فما نجد الصغار ماتوا ونجد الكبار ماتوا، ولذلك يقول أحد الحكماء يا نفس إن العمر ويك أدبرا إلى متى هذا الذهول والكرى واللدات ماتوا نعم والأصغرون ماتوا، ولم تكن بنفس تزداد إن حال إن حان من موعودها نفاد. فلذلك علينا جميعا أن نبادر إلى التوبة قبل أن يحال بيننا وبينها، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، وهذه من أرجى آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي كثير الغفران وكثير الرحمة سبحانه وتعالى. وقال يتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وهذا هو معنى تاب وأصلح، فمن تاب وأصلح فأجره على الله، فمعناه تاب وأصلح ما فرط منه من التقصير، ثم بعد ذلك رجع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ورجع إلى تقوية إيمانه، فإن الوقوع في الذنب كثيرا ما يكون بسبب ضعف الإيمان، كثيرا ما يكون الوقوع في الذنب بسبب ضعف الإيمان، وهذا ينبهنا إلى أن الإنسان الذي يريد أن يتوب وأن يوفقه الله للتوبة عليه أن يبحث عما يرفع إيمانه من طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن الإكثار من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن الإكثار من عبادة الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الغفلة، والإكثار من الاستغفار، الإكثار من الاستغفار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر من لحظة
عليه لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، وإلا فهو معصوم وذنوبه غفرت قبل أن تقع، وهو معصوم، ومع ذلك فإنه دائما يستغفر الله، يستغفر الله سبحانه وتعالى، لأنه يستغفر من مجرد أن تقع منه لحظة دون أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيها، فلذلك يكثر من الاستغفار. فعلينا جميعا أن نكثر من الاستغفار، وأن لا يزال لساننا رطبا من الاستغفار ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا باستمرار التوبة، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فهي بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نبقى موفقين من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نبقى مقبلين على الله سبحانه وتعالى، مبادرين إلى طاعته سبحانه وتعالى، مشددين للتوبة في كل حال، أن نبقى مشددين للتوبة في كل حال، فإنها رأس مال المؤمن، وهي أول درجة يترقى بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينيب إليه، وأن يستغفر له سبحانه وتعالى. فلذلك علينا جميعا ألا نغفل عن ذلك، وألا نتهاون فيه، وألا نؤخره أبدا مهما كان. وعرف العلماء التوبة بأنها الندم، قالوا وتوبة من كل ذنب يشترم تجب فورا مطلقا، وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار. فلا بد أن ما فات من زمنك وأنت تقع في المعصية عليك أن لا تنظر إليه بنظرة إيجابية، بل تنظر إلى ذلك التقصير الذي وقع منك في تلك الفترة أنه أمر يجب أن تبقى دائما وجلا من أن ترجع إليه، تبقى دائما في حالة وجل من أن ترجع إليه، وحالة خوف وحالة استصحاب لذلك الخوف وذلك الوجل، وحينئذ فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك ويسددك. ومن دائما يكون في ذلك الخوف والوجل فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنه عند لقائه إذا لقي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه، وأن يجعلنا ممن تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الفقيه محمد أبو الفاضلي، أشاد وأفاد جزاه الله خيرا، وفصل الكثير من أحكام هذه التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أحيل الكلام إلى الدكتور عبد الله والمصطفى والحبيب الرحمن للحديث حول سلامة الأغذية. تعالى وبركاته. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا ينقدموا لكم ذكرى مبسطة تعود متناول الجميع عما يسمى بالسلامة الغذائية، بعديها الاثنين اللي هما مفهوم الأمن الغذائي البسيط اللي هو توفير غذاء سالم في سليم، صح التعبير، مشكلتك ظروف ما يصح، استسمح، هاي ظروف صحية ما تسمح المدة عند لابد أن نحترم التباعد، وحد عنده الأمراض المزمنة بهن لابد شوي من لا ضرورة تبيح الممنوع أحيانا. أعتذر عن المقاطعة. قلنا على أن نقدموا للجمهور الكريم مفاهيم أو فكرة بسيطة مبسطة إن صح التعبير متناول الجميع عما يسمى بلا سيكريتي أليمنتير اللي هو السلامة الغذائية أو الأمن الغذائي، وكلهم معي أحيانا عنده مدلول. المدلول البسيط للسلامة الغذائية والله الأمن الغذائي إن صح التعبير هو توفير الغذاء الآمن والكافي في المكان والزمان، سباسيو تامبوريل، هذا هو المفهوم البسيط عن الوفر غذاء سليم وكافي في كافة الأوقات والأزمنة. دي نرجعوا ديك الكلمة اللي قالها غذاء سليم. غذاء سليم شنو معناه؟ معناها عنا نوفر غذاء للمستهلك ما يشكل خطر على صحته،
كما تعرف هو الإنسان الذي يصيب كامل الأمراض عادة لا طعام أو شراب أو دواء عادة، والله سلوك معين يمارسه، والله مرض مكتسب نتيجة المحيط اللي يعيش فيه. يا غير نحن كنا نتناول لا مجال واحد اللي قالوا له كيل والله الشراب، وكيلو شراب أساس لأغلبية الأمراض مرتبطة لا برواية واكلينها والله شاربينها نتيجة داش عند المرض قد ينقل لنا عامل ممرض والعوامل بصيغة مبسطة خارج العوامل البيولوجية كيف تاش كيف بكتيريا قد ينقل الطعام قد ينقل لنا بكتيريا ممرضة، الطعام قد ينقل لنا فيروس ممرض كيف الهباتيت مثلا، قد ينقل لنا طفيليات مثلا كيف ما نقوله بالمفهوم البسيطة حنوس الجوف مثلا، هادو إن قال لهم أخطار بيولوجية، الأخطار البيولوجية قلنا عنهم الطعام قد ينقل لنا عامل بيولوجي ممرض اللي هو عادة لا بكتيريا والله فيروس والله طفيل، هذه إن قال لهم العوامل البيولوجية. ونجول العوامل الأخرى هي العوامل الممرضة الكيميائية وهذه ياسرة وخطيرة، كيف تاش كيف المخلفات الزراعية بصفة عامة في المنتجات اللي أصلها نباتي إن قالهم البروديسيتو سانيتير بصفة عامة اللي يستخدموه مجال الزراعة لكن لا يديروا نبات ثاني. قلنا نرجع قلنا على العوامل البيولوجية تكلمنا عنها، نتكلم عن العوامل الكيميائية. العوامل الكيميائية شنو هي؟ وجود مواد كيميائية ناقلها المرض للمستهلك وسبب له مرض إما آنيا والله آجلا، كيف تاش قلنا كيف المنتجات بعض المواد الكيميائية يأخذها المستهلك عن طريق غذاء من أصل نباتي كيف البرودوي فيتو سانيتير صفة عامة كيف البستيسيد اللي هم نقوله نحن هذا هو مضادات الحشرية وكيف تأنقل التندار إلى غير ذلك من الأمور اللي تجي عن طريق المشتقات النباتية، ويضاف لها مؤلف مجال الحبوب شنقال والميكوتوكسين اللي هم السموم فطرية سببهم عوامل بيولوجية أصلا. الحبوب اللي توضع في ظهورها ما هي جيدة يعني ما عليها شنقال الخمار والفطريات يرنقوا نقولوا نحن بالمفهوم البسيط، هم لو قد عود من راسه قد عود فيهم بعضهم ممرض غير فيهم واحدين ما ممرضين غير ينتجوا مواد سامة وخطيرة قالوا الميكوتوكسين وخطورتهم تينا لماذا؟ بأن احنا عادة في العامية يقولوا ياك رواية لين ينصبوها يداروا موتوا جراثيمها، قال جراثيم ينتجوا نوعين من السموم عود باطكة ثقافة عندكم خالق نوع من السموم كي السموم اللي تنتجهم البكتيريا أغلبيتهم قد عود تحطم الحرارة غير فيهم واحدين ما تحطم الحرارة، غير السموم الفطرية خطيرين إلى أن صبتهم يتم ولافهم معناها أن حد يعس منهم، وخطيرين عادة يسبوا سرطانات كان ما هو رواية مداركة للأسف خاصة على المستوى الكبد إلى غير ذلك. هناك مولي عوامل أخرى أخطار كيميائية سببها المنتجات الحيوانية كيف تاش كيف الأدوية تستخدم مجال البيطري قد تسبب مشكلة للمستهلك عن طريق الشراب البن والله وكيل الحم كيفاش كيف المضادات الحيوية اللي يعطاوا للبقر والله للديوك والله للبن وليزانتي بارازيتير مضادات طفيليات، وهذه إشكالية كبيرة بيرفم ذم ثقافة سائدة عند بعض ثقافة سائدة عند بعض المنتجين والله المزارعين والله المنمين هو اكتساب ذلين قالوا السط باب الذاتي توف يعتمد على روسهم عود شاف واحد بعد دقة زايد الفلانية وشاف نفعته يغاليك الدقة ثم توصيات كان يعطيه خالد البيطري يوجهه به للدقة لتندار الحيوان ينحلف عنده فترة معينة يالطو ما ينحلف فيها ولا عتاية تندار الزايلة يالطو عنده فترة مولي يالطو يعطيها تعطيها الزايلة ما نزل حتى، وهذا لا يقبل قصة المستهلك وخطورة نوع المواد الكيميائية مشكلتها عنها تغر الناس ما يفهمتها هي تأثيرها تراكمي ذاك معناه شنو؟ معناه أنا اليوم قد نقبل منها جرعة ولا تصغرني يغير جسمي لا يطرح منها كمية وتبقى كمية، يعني تم كل مرة قابل كمية لين تراكم جسمي كمية كافية
قد تعود سنتين، قد تعود ثلاثة، قد تعود عشرة، قد قاعد يموت الإنسان سابقا ما هذا قاعد لحقته، غير نهارها لحقتها لا قدر الله، عادة تسبب أمراض ما هي مداركة، عجز كلوي، سرطانات إلى غير ذلك. وها هو دائما غار نحن مع المواد الكيميائية ولا نطرح حول البال، لأن نوع من الأمور خطير. أبسط الفيه يقبيض مضادات حيوية يسوي في البيان والله في الحام في اللحوم صح التعبير، عندك قاعد أبسط اللي فيه لا يسبب لك عندك صبح إلى أمرت وطاق طبيب مضاد حيوي قد ما ينفع قاعد أبسط أراه الصقاعة الأمور الأخراكية الحساسية والله العجز الكلوي والله السرطانات هذه نجاب لا شيء. من هون ننبه الأخوة الكرام عن اللي قالوا الخطر، خطر البيولوجي اتفوا به ويقتل في بعض الأحيان غير ملي، عادة حد يصيب تسمم غذائي بسبب بكتيريا قد يقبل مضاد حيوي ويبرأ، التسمم بسبب دقة مثلا والله بسبب معادن ثقيلة إلين يتراكم الجسم درجة عادة الأمراض ما هي مداركة في غالب الحالات، وإذا مشكلته هو اللي يقع نحن هون ولا متكايسين معه. ونضيف في المجال له بعض السلوك الممارسة في المنازل عن احنا اللي نعمله أمو وجفل ونعجله عن تمصميص حتى هم اللي بقاياهم خطيرة زادهم لا يتراكموا الجسم قدوا ما يضرنا اليوم ولا الصبح ولا نهار الأخر غير الجسم لا يتم يراكم ومراكم فهم يلدي منهم عنده تأثير تراكمي لا يتم يتراكم في الجسم غير مع الزمن لا يلحق عتبة لا يلحقها لا يدك لانشي نيفاتولوجي لا يسبب مرض شنو الله أعلم عادة ما هو مدارك تشوف به. ضفنا حتى لأن قلنا الأخطار البيولوجية وصنفناها وقلنا أخطار كيميائية وأهمها للمواد الكيميائية اللي نتناولهم عن طريق أصول نباتية والله حيوانية والله كيف قلنا بعض السلوك اللي سائدة عند احنا في الممارسات اليومية وهاي ندرج فيها التدخين إلى غروة من التدخين قاعنا ما هو مجال ولا يعنيني غير نبات مطرق له ما يتعلق بالغذاء لا زاد تأثيره تراكمي وبعض الممارسات كما قلنا هؤلاء للسيف اللي نعملوا ولأن طارحينهم البال خليهم بين كوزينة معاهم اللي قالوا أمو وجفل مصمص وراهم حتى بقاياهم ما هي صحية وخطيرة قد ما صر الإنسان خلال السنة ولا هنتين لا هذا غير مع الزمن قد حسب الكمية اللي قبل يوميا. ونضيفوا في المجال مولي في طار السلوك مولي والعادات بعض الممارسات في الطبخ مثلا سمن الناس دلوير يقليه يقلي أكثر من اللازم ويعيد قليهم ولي هو دلوير إلين يتعرض درجات حرارة عالية يعود متماس مع الهواء بأكسجين لا يتحطم وينتج مواد مؤكسدة قالها البيروكسيد يتكون منه جذور حرة وجذور حرة تراكمها في الجسم ما هو جيد يؤدي شيء خوخة مبكرة ويؤدي إلى مرحلة سرطانات ويحنا ما طرحوا له البال نقتصد الدلوير أكثر من اللازم ونقلوها أكثر من اللازم هم اللي فهمتم واحتراق الأميدون هم اللي هو مادة النشاء عند درجات حرارة عالية ولمدة طويلة يتكون مواد سامة زاد السرطان معناها يعني ياسم السلوك اللي عندنا نعدله ياسم ننتبهوا لهم والاعتماد مثلا على الوجبات الدسمة حتى وهذا من الأمور اللي توجد عندنا احنا زاد إياها خطيرة بلا سبب كل أمراض الكارديو فاسكيلار إلى آخره هذا دائما خارج المواد أخرى مودي ويجي في بعض المواد ناقلينها كيف مثلا مادة ولو عن هذا بعد ما هو متعلق بنا احنا هون يقد يعود جاي من الخارج كيف بعض الملوثات التي تشيب بعض الأغذية كمثال فقط هنا لا يتسع المجال لذكر كل شيء كيف مثلا الديوكسين هذا مادة توجد في الديوكس في بعض الاحتراقات في أوروبا وجدت بعض المداجن في أوروبا عن الديوك وجد فيهم ديوكسين مادة مسرطنة مثلا هناك أخطار مدي أخرى مرتبطة بتكنولوجيا الأغذية من نفس التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة الغذائية وكما تعلمون هذا عهد العلماء وأغلبية يتناولوا قلي منه ما هو خاضع لمعالجة غذائية معالجة صناعية معينة ما عدا بعض الحبوب اللي قليلة كيف تمار ما تبقى كله واخذ على طريق مصنع طريقة معينة وهناك بعض الأخطار التي لها ارتباط بالتكنولوجيا في التقاعد
قضيت الأكريلاميد كيف شنقال كيف قضيت الأكريلاميد كيف مثلا بعض المشروبات الغازية يعد فيها الفيتامين سي والأسيد أسكوربيك وعود ما يالتو ينخلط مع مواد حافظة قالها البنزوات الصوديوم بين خلاطهم يؤدي عنه يتفاعل بينهم محتمل وتفاعلهم لا يعطي مادة مسرطنة ومن هنا يالت في إطار السلامة الغذائية لا بد من دور الرقابة عود في محله بهلاك شرط التكنولوجيا المستهلك البسيط لا حول له ولا قوة ولا قد يدارك فيه ولا قد يقبل من إجراءاته يقد يتحكم في عاداته الغذائية ويقد يعدل ياسر من أمور غير خارج عوامل خارجية لا بد لها من هيئة رقابية ببعدها متكامل إياك تضمن سلامة الغذاء المناوي نتيجة ذيك الأخطار اللي ناتجة عن التكنولوجيا من بداية حتى النهاية المنتج الذي يخضع لصناعة معينة معرض عنه يجيب معاه عامل ممرض للمستهلك من الحقل إلى المنزل معناها على طول السلسلة كاملة في كل مرة الغذائي قد يخلق فيه الصناعة والبروسس تخلق فيه أخطاء معينة ويكون ضحيها في النهاية المستهلك ومن هذا هو اللي وجب دور الرقابة. استودعكم الله. بارك الله فيك شكرا جزيلا. نعود إلى الفقيه محمد البولفاضلي بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجِّنا من الظلمات إلى النور، وجنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم واجعل بلادنا هذه من خير البلاد، واجعلها آمنةً مطمئنةً، ونحِّ عنها زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم أبعد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، واجمع كلمتهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وسدد خطاهم. اللهم سدد خطاهم. اللهم أعن جميع المسلمين ودمر أعداءهم. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين يا جبار يا منتقم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ووفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفقنا لتوبة النصوح، وتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة النصوح، ونسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، ولا تنه رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأعتقتنا من النار. اللهم اختم لنا رمضان بستر العيوب وغفران الذنوب والتوبة النصوح والعتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. بارك الله فيكم ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الفقيه محمد والفاضلي، وكذلك الدكتور عبد الله والمصطفى.